الحين خلصنا من الإطالة، نبدأ التمرين. حنبدأ أول تمرين سكوات اللي هو السومو سكوات. نوسع رجلنا ونمسك الدمبل بالشكل هذا وننزل تحت. طبعا الظهر مستقيم والرأس لفوق والحركة تكون بالشكل هذا. هذا التمرين 10 عدات طبعا. كل تمرين حنسويه كم جولة؟ وطبعا يوم نطلع فوق نركز على عضلة الفخذ، نشد على الفخذ. 7 حلو. في التمارين المشتركة هذه يكون في تحديات بين الزوجين، يعني مين يقدر يصمد أكثر، مين يقدر يسوي جولات أكثر، هذه كمان تساعد وتحفز الأزواج. طبعا هو معروف أن البنات بشكل عام يعني أقوى ميزة فيهم الأرجل، فعشان كذا اليوم ركزنا على الأرجل بعد بزيادة. زين، فننتقل لللانجز أو الطعن. سينجل ليج، 1 2 3 4 5 6. هذا تمريننا لتقوية طبعاً. كل تمرين بنسويه بنعيد التكرار 4 جلسات، وكل تكرار يتراوح ما بين 10 ل 15.